بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل دروس والبرامج التعليمية لقسم الفيزياء الصف العاشر. نقوم الآن بعمل مجموعة من الأسئلة للتدريب بعد أن قمنا باسترجاع القوانين في الحلقة السابقة. السؤال الأول: الشكل التالي يبين موجة موقوفة لحبل يهتز، كم عدد العقد والبطون في هذه الموجة؟ النقطة دي تسمى عقدة، وهنا عقدة، وهنا عقدة، وهنا عقدة، يبقى كم عقدة؟ 4 عقد. هنا بطن، المنطقة اللي في النص بطن، المنطقة اللي في النص بطن، يصبح لدينا 3 بطون. يبقى لدينا في هذه الموجة 4 عقد و3 بطون. هذه النغمة نغمة توافقية ثالثة. يبقى الإجابة الصحيحة A. السؤال الثاني: ما الطول الموجي للنغمة الصادرة؟ هذه موجة موقوفة في الوتر، طول الوتر اللي هو L 4 متر، عدد الدوائر أو القطاعات أو النغمات 4. القانون، لابد من استخدام القانون، لندا equal 2L over N، ال L الطول اللي هو 4 متر، يبقى 2 times 4 4 على N عدد القطاعات، ادي 1 2 3 4، يبقى 2 times 4 over 4 equal 2 متر، يبقى الإجابة على طول B. السؤال الثالث: كم الطول الموجي للنغمة الصادرة في العمود الهوائي الذي أمامك؟ هذا عمود هوائي مفتوح، لأنه مفتوح الطرفين. لحساب لندا يبقى لندا إيكوال 2 L على N، يبقى 2 times 10 over 1 لأنه نغمة أساسية، لما يظهر هذا الشكل يبقى نغمة أساسية، نص قطاع ونص يبقى قطاع سليم، يعني الN بـ1 والL بـ10، يبقى نلاقي هذا الشكل نضرب الطول بتاع العمود في 2 يطلع لنا الطول الموجي 20 سنتي، يبقى الإجابة رقم A. السؤال الرابع: كم الطول الموجي للنغمة الصادرة في العمود الهوائي الذي أمامك؟ هذا عمود هوائي مغلق، مغلق من هذا الطرف ومفتوح من هذا الطرف، فيسمى عمود هوائي مغلق، يعني هذا عمود هوائي مغلق، ويصدر نغمة أساسية. هذا الشكل في العمود المغلق يعتبر نغمة أساسية أو توافقية أولى. طب قانون العمود الهوائي المغلق لندا إيكوال 4 L على N، نضرب في 4 لما نلاقي النغمة الأساسية، نضرب طول العمود في 4، يبقى 4 times 20 إيكوال على 1 إيكوال 80 سنتيمتر، يبقى الإجابة D. السؤال الخامس: خيط تتصل به شوكة رنانة من أحد طرفيها،
وطرف الآخر مثبت ويصدر موجات موقوفة سرعتها 12 متر بير سكند. احسب الطول الموجي مطلوب الآخر ما تردد النغمة الصادرة من الوتر. طبعا طول الوتر 4 متر، عدد القطاعات 4. أول خطوة نحسب الطول الموجي من العلاقة لامدا إيكوال 2 L over N. L بفور اللي هو طول الوتر بفور، N عدد الدوائر 1 2 3 4، يبقى 4N أيضا بفور. 4 تروح مع 4 تفضل 2 متر. مطلوب الثاني تردد، يبقى على طول القانون بتاع التردد والطول الموجي F equal V over lambda. V السرعة بتاع الموجة 12، lambda الطول الموجي اللي هو 2، يبقى ال V ب 12 واللامدا ب 2، يبقى 12 على 2، 2 اللي هي اللامدا وال 12 اللي هي السرعة، سرعة 12. 12 over 2 equal 6 هرتز لأن التردد وحدته هرتز. الرسم التالي، الرسم التالي ما خصائص الصورة المتكونة للجسم الموضح؟ طبعا الجسم عند مركز التكور، إذا وضع عند المركز تكون الصورة مساوية. طب وضع في هذا المكان قبل مركز التكور أو أبعد من مركز التكور، يبقى صورة أبعد من مركز التكور يبقى صورة خيالية حقيقية، حقيقية سوري، حقيقية مقلوبة مصغرة. عند المركز حقيقية مقلوبة مساوية بين السي والإف، الإف هي البؤرة والسي هي المركز، بين البؤرة والمركز السي والإف، يبقى الإف البؤرة والسي المركز، يبقى حقيقية مقلوبة مكبرة أقل من البؤرة. إذا وضع الجسم في هذا المكان يبقى صورة خيالية معتدلة مكبرة. طيب هنا صفات الصورة حقيقية، هنا صفات الصورة حقيقية مقلوبة مساوية، يبقى الإجابة B. السؤال السابع، في الرسم التالي ما خصائص الصورة المتكونة للجسم الموضح؟ أيضا الجسم عند المركز مركز التكور، يبقى الصورة تكون عند الجسم عند مركز التكور، يبقى الصورة تكون حقيقية مقلوبة مساوية، بس دي عدسة محدبة. حقيقية مقلوبة مساوية، السؤال الثامن، وضع جسم على بعد 40 متر من عدسة محدبة فتكونت له صورة على بعد 80 متر عن العدسة، احسب التكبير. قانون التكبير M بتساوي نيجاتيف دي اي على دي او، دي اي بعد الصورة، دي او بعد الجسم، بعد الصورة 80، بعد الجسم 40، 80 على 40 يبقى 2 بدون وحدات، يبقى الإجابة دي. السؤال التاسع، لماذا تكتب كلمة إسعاف معكوسة على مقدمة سيارة الإسعاف؟ لماذا تكتب كلمة لماذا تكتب كلمة إسعاف معكوسة على مقدمة سيارة الإسعاف كما بالشكل؟ طبعا لأن الصورة في المرآة المستوية
تكون معكوسة جانبيا. يبقى الإجابة سي. السؤال العاشر: ماذا يحدث للشعاع الضوئي الذي يسقط على العدسة أمامك؟ هذا الشعاع يمر في المركز البصري للعدسة أو منتصف العدسة، يبقى ينفذ دون أن ينكسر، يبقى لا يعاني انكسار. جواب بي. السؤال الحادي عشر: ما هي نقطة تجمع الأشعة الضوئية أو امتدادها بعد انكسارها في العدسات؟ هي نقطة البؤرة. الإجابة بي. تتكون الصورة لدى شخص يعاني من قصر النظر، يبقى أمام الشبكية. قصر النظر، الصورة تيجي أمام الشبكية، هنا الشبكية مفروض الصورة تيجي على الشبكية لكن اتكونت أمامها قصر النظر. تتكون الصورة لدى شخص يعاني من طول النظر، يبقى خلف الشبكية. خلف الشبكية. كيف يعالج قصر النظر؟ قصر فيها قاف ومقعرة فيها قاف، يبقى قصر النظر يعالج بعدسة مقعرة سميكة، عدسة مقعرة رقيقة في الوسط سميكة من الأطراف. كيف يعالج طول النظر؟ يعالج بعدسة محدبة لأن قصر النظر مقعرة، إذن طول النظر محدبة سميكة في الوسط ورقيقة من الأطراف. في الشكل أمامك كم تكون الزاوية بين الشعاع الساقط والمنعكس؟ أي الشعاع الساقط، ده الساقط وده المنعكس، هنا زاوية السقوط 50 وزاوية الانعكاس 50، يبقى الزاوية بينهم الشعاع الساقط والمنعكس 50 زائد 50 تطلع 100. يبقى الإجابة دي. ماذا يحدث لشعاع ضوئي ينتقل من الماء للهواء كما بالشكل زاوية سقوط 150 درجة، علما بأن الزاوية الحرجة بين علما بأن الزاوية الحرجة بين الماء والهواء 49 درجة. زاوية السقوط 52 درجة، الزاوية الحرجة 49 درجة، يبقى زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، إذن الشعاع ينعكس انعكاسا كليا. يبقى ينعكس انعكاسا كليا داخل الماء لأن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة. الإجابة دي. في هذا الشكل ينتقل شعاع ضوئي بين وسطين، أجب عن الآتي: أي الوسطين أقل كثافة؟ احسب
معامل الانكسار النسبي بين الوسطين. الشكل الثاني يوضح شعاع ضوئي ينتقل بين وسطين A و B. أجب عن الآتي: أي الوسطين أقل كثافة؟ احسب معامل الانكسار النسبي بين الوسطين. لاحظ أن الضوء انكسر مقتربا من العمود. إذا الوسط الأول اللي هو A أقل كثافة، والوسط الثاني اللي هو B أكبر كثافة، يبقى A أقل كثافة. احسب معامل الانكسار النسبي بين الوسطين. إن بتساوي سين ثيتا واحد اللي هي زاوية السقوط على سين ثيتا اتنين اللي هي زاوية الانكسار، أو ثيتا آي على ثيتا آر. آي يعني سقوط وآر يعني انكسار. يبقى سين ستين السقوط على سين أربعين الانكسار، يطلع الجواب 1.34 ليس له وحدات. نقوم بعمل مجموعة من الريفريش على الأسئلة باستخدام جيوباردي الموجات الموقوفة. الطالب يختار أي موضوع من الموضوعات، موجات موقوفة أو ضوء، ثم يحدد عمق السؤال وليكن 400. أيوة المجموعة الأولى 400. كم الطول الموجي للنغمة الصادرة؟ أيوة يبقى 20، ده مغلق يتضرب في 4، ب 4 في 20 80. تمام، لمدة بتساوي 4 إلا على إن، 4 في 20 ب 80 على واحد لأنها نغمة أساسية. مجموعة تختار سؤال في الضوء: ماذا يحدث لشعاع ضوئي ينتقل من الماء للهواء كما بالشكل، علما بأن الزاوية الحرجة 49 درجة؟ أيوة، بما أن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة اللي هي 49، إذن ينعكس الشعاع انعكاس كلي داخلي في الماء. مجموعة تختار سؤال: موجات موقوفة. كم الطول الموجي للنغمة الصادرة في العمود الهوائي الذي أمامك؟ ده عمود هوائي مفتوح، الطول بعشرة سنتي، يبقى نضرب الطول في 2، برافو عليك، يبقى لمدة بتساوي 2L على واحد لأنها نغمة أساسية، يبقى 2L 2 في 10 ب 20 سنتي. ممتاز. مجموعة الثانية تختار سؤال في الضوء وليكن هذا السؤال: في الرسم التالي ما خصائص الصورة المتكونة للجسم؟ الجسم عند مركز التكور، إذا وضع قبل أبعد من المركز صورة حقيقية مطلوبة مصغرة، عند المركز صورة حقيقية مساوية، بين البؤرة F والمركز C صورة حقيقية مطلوبة مكبرة أقل من البؤرة F، يبقى الجسم يتكون بصورة خيالية معتدلة مكبرة. هنا الجسم عند المركز يبقى صورة حقيقية مطلوبة مساوية، يبقى الجواب B.